اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب على الجانب الدفاعي بقى يا ايمن، امبارح كانت الامور اعتقد افضل شويه من السابق. اكيد يعني النادي الاهلي دفاعيا كل ماتش اكيد بيبقى فيه تطور، في ثبات في مستوى محمد عبد المنعم، طبعا احد مكاسب الفتره الاخيره. رامي ربيعه دلوقتي في الروتيشن زي ما احنا شايفين في خط الدفاع، رامي ربيعه بيلعب، ياسر ابراهيم موجود، محمد عبد المنعم ان شاء الله نطمن على بدر بنون في اقرب وقت، وكمان ايمن اشرف يرجع، لان وجودهم مع بعض اكيد بيبقى اضافه قويه للنادي الاهلي ان كلهم جاهزين. زي ما حضرتك كنت بتتكلم قبل ما ندخل، ضغط المباريات صعب جدا طبعا، ولكن في ملحوظه بسيطه طبعا على دفاع النادي الاهلي، هنتكلم واحنا في الحالات اكتر. لازم الدفاع بتاع النادي الاهلي يبقى اجريسيف شويه في حته الضغط على المنافس، عشان ما يديهمش فرصه ان هم يمرروا بشكل سهل ويوصلوا لمناطق الجزاء. دايما لما النادي الاهلي يبقى كسبان مثلا 3-0، في الحاله دي اعتقد الافضل حاجه ان انت تموت شويه الريتم، تمسك انت كوره، تخلي فرقه فاركو مثلا، لو من ماتش امبارح كان فاركو هم اللي يجروا ورا الكوره، ما يستلموش الكوره كتير، بحيث انت بتحاول تهبطهم لحد ما تمشي الماتش الاطول وقت ان انت 3-0، وبالتالي حماسهم يبتدي يقل، فالامور ما ترجعش معاهم بسرعه. يمكن هم فاركو الهدف الاولاني اللي جابوه بسرعه بعد 3-0 ده خلى في نشاط شويه عندهم، ف يعني كان في بيمسكوا الكوره بشكل افضل في بعض فترات المباراه، لحد ما الاهلي خلاص جه على الشوط الثاني ويعني مول الامور، ولكن يعني كان فيها فرصه واحده نقدر نقول عليها اللي هي التصدى ليها الشناوي، ولكن فرصه المباراه وجهه نظري طبعا غيرت نتيجه المباراه. 3-1 لو بقت 3-2 الامور هتبقى اصعب، واحنا زي ما بنتكلم الاهلي عنده ضغط مباريات، فطول ما في فرصه ان انت تدخر مجهود تمسك الكوره وتموت اللعبه. انا افتكر في موسم 2008 و2009 مع مستر مانويل جوزيه كان كره فلافيو جلبرتو الشهيره اللي بتخلص ماتشات، بعد كده فرقه النادي الاهلي بتمسك الكوره بتموت اللعب، اللي هي عارف لعبه ال 31، محدش بيمسك الكوره. صح. ليه؟ عشان خلاص ده مفيش وقت، انت لازم تدخر مجهودك. كان وقتها كان في اصابات كتير في النادي الاهلي، وكان في غيابات، فكان موضوع صعب حتى كسكواد بالنسبه للنادي. ده نفس الامر دلوقتي، احنا طبعا في غيابات ولكن السكواد الى حد ما في البدلاء هم نفس مستوى الاساسيين، فدايما افضل حل ان النادي الاهلي اول ما 2-0 3-0 على طول الافضل تموت اللعب بشكل معين، عشان خاطر ما تسيبش الفرق الثانيه كره، لان كل الفرق في الدوري للامانه عندهم الحته الهجوميه يقدروا ان هم يسجلوا لو جات لهم الفرصه، فما تديش لاي حد الفرصه دي يعني.